طبعا. امال الجينات اللي عندي دي من اكيد مش من امي بس. انا هسيبك تروح. خلي مع ابني يا صافي بس اياكي اياكي ربع ساعه تيجي جنب بيتي. بص بأي صورة للصور يجيبوا شمال يجيبوا مين ما تاني مش هرحمك. بص هتقعد قد ايه شوف انت اكنه ده كده الوقت عادي مش هرحمك هولع فيكي. كفايه قوي اللي انت نيلتيه مع بنتي وسبب اتطلقت نيلت. بص انا ممكن اعمل لك زوم. سبب في طلاقها قتلنا اختي ازاي؟ ده انا كنت خايفه عليها. ده انا جيت لك لحد عندك عشان تروح وتعقلها وتحاجي عليها عشان تاخد بالها من بيتها وجوزها اخر بيت. بس انت ما رحتيش قلت الكلام ده ابدا ورحمه امي اتطبطت ما حصل. انت تعرفي منين اصلا ان بنار تعرف حد على جوزها؟ مش اختي مش اخواتي وبخاف عليهم ويهمني عمرهم. انا مخلي بالي عليهم من بعيد لبعيد. انا شايل عنك كتير ومش هي بس هي عمر وفرح. ده انا عملت اللي عشان اروح اشتغل في المدرسه اللي فرح بتدرس فيها. انت سمعتيني ولا لا؟ ما تزعل على يعني مش عارف ارجع شويه كده عشان الخير ده جالك من ايه؟ هولع فيكي وداخل خلاص. ده ما مع الشارع الشارع طب انا عندي مشكله دلوقتي. نخرب بيت ام دي ليله عايزه ايه؟ ايوه انا ما اعرفش انا جيت هنا ازاي اصلا. مين هيروحني؟ انا رايح ازاي؟ بس بسرعه يعني كنت اروح لوحدي. يلا بس عمال يضرب في العيال. بص خدوا تحت بطه عشان ما حدش يضربني. انت بتهديه ساعتها.